معلومة طقسية، طقس صلوات اليوم فريحي. الصوم لا يجوز فيه الصوم لأنه فطر كامل. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الألحان فاي بيبي وتاي شوري، ويقال لأنك ولدت جي أوف ماسك، بالإضافة إلى ألحان عيد الميلاد المجيد. القراءات تقرأ فصول اليوم. الثلاث تقديسات يقال في الثلاث مرات: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. الأوشية الموسمية: الزروع والعشب. التوزيع: المزمور 150 والمدائح بمرد عيد الميلاد بالطريقة الفريحي. ختام الصلوات: في إيت أوف ماسف الذي ولد. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الرابع من شهر طوبى المبارك. أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 100 ميلادية، تنيح القديس يوحنا الإنجيلي الرسول ابن زبدي وأخو القديس يعقوب الكبير. ولد هذا القديس في بيت صيدا بالقرب من بحر الجليل، وكان يعمل هو وأخوه مع والده زبدي في مهنة صيد السمك. تتلمذ القديس يوحنا الإنجيلي أولا للقديس يوحنا المعمدان، ثم دعاه الرب يسوع هو وأخوه وذهبا وراءه. ويوحنا هذا هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وتبع السيد المسيح عند الصليب حتى سلم له القديسة مريم العذراء التي مكثت في بيته إلى يوم نياحتها. وهو كاتب إنجيل يوحنا الذي يتحدث عن لاهوت السيد المسيح باستفاضة، كما كتب ثلاث رسائل تتحدث عن المحبة، وكذلك سفر الرؤيا. وكان القديس يوحنا أصغر التلاميذ سنا وعاش بتولا، وحضر حلول الروح القدس يوم 50. وبعد نياحة القديسة العذراء مريم انطلق للتبشير في آسيا الصغرى، وجعل مقر خدمته في أفسس. وبسبب خدمته الواسعة وإيمان الكثيرين بكرازته، قبض عليه الإمبراطور دوميتيان وعذبه كثيرا، ثم نفاه إلى جزيرة بطمس، فمكث فيها نحو سنة ونصف، حيث رأى فيها رؤياه وكتب ما رآه في سفر الرؤيا. ولما تقدم في أيامه كانوا يحملونه إلى الكنيسة ليعلم الشعب، واقتصر تعليمه على عبارة: يا أولادي أحبوا بعضكم بعضا. ولما أحس القديس يوحنا بقرب نياحته، خرج إلى خارج مدينة أفسس وطلب من تلاميذه أن يحفروا له حفرة كبيرة، ونزل فيها ورفع يديه وصلى، واستودع روحه الطاهرة في يدي الرب الذي أحبه، ثم دفنوه في الحفرة بإكرام عظيم. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي،
بركاته على جميعنا، ونال قد أكرم علي جدا أصفياؤك يا الله، واعتزت جدا رئاستهم أحصهم فيكسرون أكثر من الرمل الليلويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع:
يا رب وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فزاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع. إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل نعمته وبركاته إلى أبد الأبدين آمين. اليوم الرابع من شهر توبة، وهذا اليوم هو تذكار نياحة القديس يوحنا الحبيب. علشان كده من الملاحظ في هذه القراءات بنعمة ربنا هتتكلم كلها في الأناجيل مأخوذة من إنجيل القديس يوحنا، وفي الإبراقسيس هنجد قصة شفاء الأعرج على باب الجميل. الأقام هذه المعجزة هو القديس يوحنا الحبيب والقديس بطرس. من خلال السنكسار في هذا اليوم هيتكلم على قصة حياة القديس يوحنا الحبيب، وهو ملقب بالحبيب لأنه كان أكثر اقترابا من السيد المسيح، وكان يضع رأسه على صدره، وكان السيد المسيح بيختص به في المعجزات الخاصة زي ابنة أرملة ييروس، وأيضا قصة التجلي على جبل طابور. وهو تنيح في سنة 100 ميلاديا، وهو يعتبر نياحته في بعد استشهاد معظم التلاميذ، وهو ملقب بيوحنا الرائي لأنه هو اللي كتب سفر الرؤيا، وله ثلاث رسائل وكلها تتحدث عن الحب. علشان كده هنلاحظ في القراءات إن هي دايما بتتكلم عن المحبة والحب بين الله والإنسان، وهو الحب المتبادل. فالمزمور العشية رقم 19 هيقول: السماوات تذيع مجدا لله، الفلك يخبر بعمل يديه، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. وهنا بيؤكد داود النبي عظمة الله في الخلق، وأنه خلق السماوات من أجل الإنسان، ومثل النجوم المتلألئة في السماوات هكذا أيضا آباءنا الرسل كانوا متلألئين في عمل الخدمة.
وبشروا بكلمة ربنا يسوع المسيح. ثم ننتقل إلى مزمور باكر ويقول: فاض قلبي كلمة صالحة، أقول أنا أعمالي للملك، انسكبت النعمة من شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. وهنا يشعر داود النبي بعين النبوة عرس السيد المسيح المصلوب بفيض في داخله، وكأنه لهيب من النار من الحب وانتقاد أو في أعماق داود النبي، فصار لسانه يشترك مع كل كيانه في التعبير عن هذا العرس الفريد. وقد رأى داود النبي في هذا المزمور العريس السماوي الذي قدم محبة للبشرية كلها على الصليب، فيقول إنه قدم لعروسه المحبوبة جدا لديه مكرمة، إنه يتعبد له الأمم، يدخل بشعبه إلى هيكله، يقيم ملوكا ورؤساء وتسبيح الشعوب لربنا يسوع المسيح. ثم ننتقل بعد ذلك إلى إنجيل باكر، وهو أيضا من إنجيل القديس يوحنا البشير، وزي ما قلت لحضراتكم هو الخط الروحي كله بيتكلم عن المحبة المتبادلة بين الله والإنسان وبين الإنسان والله. وعطانا تذكارا للقديس يوحنا نياحته، فبالتالي ده أحسن مثل نقدر نقدمه عن حب الإنسان لله. هيتحدث في إنجيل معلمنا يوحنا البشير الإصحاح الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وهو دايما بنذكره في الأجبية في صلاة باكر. وهنا هيفتتح القديس يوحنا البشير في هذا الإصحاح بتقديم الكلمة الإلهي كمصدر للنعمة الإلهية، خاصة نعمة الخلق ونعمة البنوة لله مع فيض من النعم على البشرية، وهذا ما يؤكده الرب يسوع إنه يحب البشرية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القديس بولس الرسول في البولس، وهو هيتحدث عن إن اليهود كانوا عاجزين عن فهم الوصايا، فكان لابد إن سيد المسيح يقدم الوصايا في الإيمان المسيحي بمفهوم جوهري، وهو إن الإيمان بالمسيح بسيط وقريب منا للغاية، وإن الآب أقام المسيح ليهبنا قوة. ويقول بولس الرسول: الكلمة قريبة منك، من فمك ومن قلبك. وأيضا بولس الرسول هيقتبس الآية التي تقول: لا يسمع صوتهم في كل الأرض، خرج منطقهم الأكثر مسكونة كلمتهم. وده واخدها من المزمور 19 اللي احنا ذكرناها في مزمور العشية. الكاثوليكون، وهي رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الأول، وزي ما ذكرنا لحضراتكم إنه هو عشان عيد يوحنا نياحته، فكل القراءات معظمها مأخوذة من إنجيل يوحنا أو من رسالة القديس يوحنا في الكاثوليكون. فيتحدث القديس يوحنا عن الرب يسوع: وتجسد الله الكلمة وهب الحياة، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. لأن القديس يوحنا هو آخر التلاميذ اللي تنيح في سنة 100 ميلاديا، فهو شاهد عيان لحياة المسيح ومحبة المسيح اللي قدمها للبشرية كلها. ويقول: جاء الكلمة متجسدا لكي يعلن للبشر محبتهم لهم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإبراكسيس، وهنا القراءات بتتحدث على شفاء الأعرج، وهنا كانت هذه المعجزة على يد القديس بطرس والقديس يوحنا. وهنا بيلاحظ أن هو اختيار هذين التلميذين برغم أن هم مش إخوات في الجسد ولهم إخوات بالجسد من تلاميذ السيد المسيح، ولكن هنا بيأكد إن المسيح قدر إن هو يوحدهم روحيا مع بعض. ثم ننتقل إلى مزمور القداس، وهو يقول في مزمور 138: ولقد قد أكرم علي جدا أصفياك يا الله، واعتز جدا رئاستهم،
خصوها فكسرون أكثر من الرمل. وهنا بيؤكد أن بركة ربنا مع التلاميذ وكل من يعمل في حقل الخدمة، وأن عددهم كبير قوي اللي بيخدم ربنا بأمانة، فربنا بيبارك فيهم كما بارك وزي رمل البحر. ثم ننتقل إلى إنجيل القداس، وهو من إنجيل القديس معلمنا يوحنا البشير الإصحاح 21، وهو يتحدث مع السيد المسيح مع بطرس ويرد إلى رتبته ويقول له: يا سمعان ابن يونا، أتحباني أكثر من هؤلاء؟ قال له الرب يسوع: نعم يا ربي، أنت تعلم إني أحبك. فيقول له السيد المسيح: ارعى حملاني أو خرافي. وهنا بيؤكد أن السيد المسيح تقابل بعد القيامة مع بطرس أكثر من مرة ولم يتحدث معه في هذا الأمر اللي هو إنكار بطرس للسيد المسيح، ولكن هنا السيد المسيح بدأ يتحدث معه عشان يعني يرده إلى رتبته الأولى. وهنا ملاحظ أن هو كلمه باسم سمعان، هو الاسم القديم له، كان السيد المسيح غير اسمه من سمعان إلى بطرس، فيرده مرة أخرى إلى رتبته الأولى هي الرتبة الرسولية. وأيضا حينما يقول له: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فيقول له: أنت تعلم يا رب. ده هذا تأكيد لأن قديس بطرس كان دائما مندفعا، فيقول أنه يحب المسيح أكثر من التلاميذ، وحينما أنكر المسيح كان في لحظة الضعف. فهنا بطرس بدل ما يقول أنه أنا بحبك رب أكثر من هؤلاء التلاميذ، لا، يا رب أنت تعلم أنني أحبك. فهنا بيطلب شهادة محبة المسيح من المسيح نفسه. أخيرا يا إخوتي، بنؤكد في هذه القراءات ليوم 4 من شهر توبة، هو بتتكلم كلها عن المحبة المتبادلة بين الله والإنسان، وبيذكر في السنكسار نياحة القديس يوحنا البشير، وبالتالي كل القراءات الأناجيل كلها مأخوذة من إنجيل يوحنا البشير، حتى الكلاسيليكون من رسالة يوحنا البشير، حتى الإبراكسيس وهي معجزة شفاء الأعرج على يد القديس يوحنا البشير والقديس بطرس. وهنا بنأكد الخط الروحي، وهو الحب المتبادل بين الله والإنسان، وهذا الإنسان كان متمثلا فيه يوحنا الحبيب الذي أحب السيد المسيح وكان واقفا تحت الصليب، وأخذ الست العذراء مريم في بيته بعد قيامة السيد المسيح، وهو آخر التلاميذ الذي تنيح سنة 100 ميلاديا. والمجد لله دائما إلى الأبد، آمين.